محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانويه العامه. اليوم كان امتحان الجبر والهندسه الفراغيه لشعبه علم رياضه. ادى الامتحان حوالي 113 الف طالب وطالبه. كمان كان عندنا علم النفس في النظام القديم وكانوا حوالي 1725 طالب وطالبه. علم النفس ما كانش فيه اي حالات غش الكتروني او اي محاولات. عندنا ثلاث محاولات غش في النظام الحديث فرع الجبر والهندسه الفراغيه، كان ثلاث حالات، اثنين من منيا وكان طالب واحد من اسوان. ان شاء الله غدا تظهر نتيجه امتحان ماده اللغه العربيه. كمان احتمال ان شاء الله بعد المراجعات بتاعت اليوم تكون نتيجه اللغه الانجليزيه اللغه الاجنبيه الاولى كمان ظاهره ان شاء الله غدا صباحا، سوف نعمل بيها بيان اعلامي لكل الصحف والجرايد. مش قبل الامتحان، هو ابتدى يستخدم قبل الامتحان ب 10 دقائق، فاكتشفت انه معاه موبايل. طلع رئيس اللجنه وعضو الامن وتم ضبطه قبل ما يحاول يصور ورقه الاسئله. ان شاء الله كانت سياده الوزير طبعا بيتابع الموضوع دوت عن قرب، وان شاء الله نغير منظومه التقويم والامتحانات، لان منظومه التقويم والامتحانات بالطريقه ديت بتساعد على موضوع الغش. خلي يبقى في طريقه جديده للامتحان تحد من الكلام دوت. ان شاء الله بنفكر وبنعمل ده، والمركز القومي للبحوث التربويه شغال على هذا الموضوع، مركز القومي للامتحانات شغالين في الموضوع دوت. لسه وضعته ملامح لهذه الطريقه؟ المركز شغال، مركز القومي للامتحانات التقويم التربوي شغال، ومجرد ما تطلع الفكره وتطلع المشروع هيتم عرض حوار مجتمعي لهذا المشروع عشان برضو المجتمع شريك معانا في هذا الموضوع.